بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، أحببت أن أتأمل معكم اليوم مخلوقا أذهل العلماء. سنشاهد لقطة الآن لحيوان اسمه الأخطبوط. حسب نظرية التطور، هذا الحيوان تطور من مخلوقات أخرى قبل مئات الملايين من السنين. وبناء على نظرية التطور، ينبغي أن يكون هذا الحيوان ذو ذكاء محدود. لماذا؟ لأن أذكى الكائنات هو الإنسان حسب نظرية التطور، ثم يأتي قبله القرود وهكذا. لذلك نجد عالم المخلوقات البحرية أو التي خلقت في الماء مثل الأسماك والأخطبوط وغير ذلك، يجب أن تكون بدائية أو ذات ذكاء محدود. ولكن ما سنشاهده اليوم أحدث تقنيات الطابعات ثلاثية الأبعاد سنجدها في هذا الأخطبوط، وبطريقة تحير العلماء بشكل مذهل. أنا دعوني فقط أتأمل معكم أيها الأحبة هذا الفيديو. انظروا هنا أحبتي في الله، انظروا، هذه شجرة أو نبتة في البحر، في قاع البحر. أين هو الأخطبوط؟ هذه فيها أخطبوط. دققوا معي أيها الأحبة، دعونا نعمل تجربة بسيطة معكم. أريد أن تدققوا جيدا. الأخطبوط مختبئ هنا أيها الأحبة في هذا المكان. دققوا، يستحيل على إنسان أن يلاحظ وجود أخطبوط هنا. دققوا أيها الأحبة، يستحيل. انظروا كيف سيظهر هذا الأخطبوط، وسبحوا الخالق عز وجل. انظروا أيها الأحبة، هذا هو، رأيتم؟ كان مختبئا ضمن الشجرة، وحول جسده هذا، حوله إلى أشكال ثلاثية الأبعاد بنفس درجة الألوان. انظروا أيها الأحبة، انظروا، مخلوق محير. دعوني أكرر هذه اللقطة، حقيقة يعني لقطة مذهلة. انظروا أحبتي في الله، أقرب المشهد قليلا. لا يستطيع إنسان أن يتنبأ بأن هذا عبارة عن أخطبوط. هذا هو، انظروا، سبحان الله، سبحان الملك. يعني أحبتي في الله، أنا فقط أود أن أتساءل، كيف تمكن هذا المخلوق البحري البدائي، لأنه وجد أو نشأ قبل على الأقل 100 مليون سنة، يعني الأخطبوط موجود في أعماق البحار على الأقل قبل 100 مليون سنة وما يزيد. طيب هذا الأخطبوط، ما هي الآلية التي يستخدمها لطباعة، يعني هو طابعة ثلاثية الأبعاد في جسده، يلتقط صور دقيقة للمكان الذي سيحط عليه، يلتقط صور ثلاثية الأبعاد ملونة. مع العلم أن العلماء يقولون إن الأخطبوط لا يرى الألوان. أنا أستغرب يعني كيف لا يرى الألوان وهو لديه القدرة على تقليد وقراءة هذه الألوان وتوزيعها على جلده بشكل يطابق تماما النسخة طبق الأصل. طب يعني أنا الآن أمام إعجاز إلهي محكم. دعوني فقط أتابع معكم أيها الأحبة، انظروا إلى هذا الأخطبوط، انظروا، سبحان الله. يعني شكل، على فكرة أيها الأحبة، هذه هنا عين الأخطبوط، عين الأخطبوط. هذه العين حسب ما يعتقده علماء التطور، يقولون هذه العين تشكلت أو وجدت بالمصادفة قبل مئات الملايين من السنين. طيب
هذه العين تشبه عين الإنسان، وفي بعض النواحي تتفوق على عين الإنسان أيضا. طيب كيف تشكلت هذه العين قبل مئات الملايين من السنين؟ ومن الذي شكلها؟ وكيف أن أعين الكائنات البحرية مثل الأسماك وغيرها أقل بكثير من عين الأخطبوط؟ عين الأخطبوط لها كفاءة عالية جدا. انظروا أيها الأحبة، يعني والله الإنسان يعجب من دقة هذا. انظروا أيها الأحبة، هذا بالتصوير البطيء، انظروا ما الذي سيحدث. يعني هذا الباحث يتساءل، يقول يشكل الأخطبوط هذه الأشكال الثلاثية الأبعاد، وكيف يتمكن من قراءة البيئة. على فكرة أيها الأحبة، الأخطبوط يقوم بهذه العملية المعقدة، هل تعلمون، خلال زمن يقاس بالملي ثانية، ليس بالثانية. الثانية هي 1000 ملي ثانية. الثانية الواحدة أيها الأحبة يقسمها العلماء كوحدة قياس إلى 1000 ملي ثانية. يعني عندما نقول ملي ثانية معنى ذلك أننا نعني 1 على 1000 من الثانية. الأخطبوط يعمل ضمن هذا المعيار، 1 على 1000 من الثانية، حتى إن أحد العلماء حسب كم مرة يستطيع الأخطبوط أن يلتقط هذه الصور الثلاثية الأبعاد للبيئة من حوله، ويقوم تحويل خلايا جلده إلى هذه الأشكال بالألوان والتضاريس والطبيعة ذاتها، أكثر من 170 مرة في الدقيقة. تصوروا أيها الأحبة، يقوم الأخطبوط بتغيير في الساعة عفوا يقوم الأخطبوط بتغيير يعني لونه والتقاط صور ثلاثيات الأبعاد وتحويل جسده لأشكال ثلاثيات الأبعاد أيضا بالألوان الطبيعية، يقوم بمعدل كل دقيقة 3 مرات بالدقيقة الواحدة. يعني هذه العملية، عملية التقاط البيانات ونسخها وإخراجها، طبعا جلد العنكبوت هو وسيلة الإخراج، هو الذي كما نرى تتشكل عليه هذه النتوءات المشابهة لتضاريس هذه النبتة أو الشجرة. خلال 20 ثانية فقط يقوم بهذه العملية. هذا أمر سريع جدا جدا أيها الأحبة. لذلك يعني عندما درس العلماء هذه الظواهر أيها الأحبة، ماذا وجدوا أحبتي في الله؟ طبعا العلماء غاصوا لأعماق المحيطات والبحار، واستخدموا تقنيات متطورة جدا من أجل دراسة هذه الأخطبوطات. انظروا أيها الأحبة، من أجل دراسة هذه الأخطبوطات التي يعني تعتبر بالفعل إحدى عجائب الطبيعة. طبعا نحن نقول إنها عجائب الله عز وجل، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. لذلك أيها الأحبة، يعني انظروا مثل هذا المخلوق مثلا الذي يعتبره العلماء مخلوق بدائي. هذا المخلوق أحبتي في الله يغير لونه بسرعة هائلة جدا، يغير لونه بسرعة هائلة، سبحان الله. لذلك أيها الأحبة، أنا عندما أتأمل مثل هذه المشاهد وأتأمل هذه الصور وأتأمل هذه المخلوقات، لا أجد إلا أن أعترف أن هذا المخلوق من صنع الله، وأن الله خلقه خلقا مباشرا. لا يمكن أيها الأحبة، لا يمكن لهذه التقنيات الرائعة أن تتطور عبر ملايين السنين أو مئات الملايين من السنين. كيف سيتمكن هذا الأخطبوط من تغيير جيناته وتغيير صفاته الوراثية وامتلاك كل هذه الخصائص؟ وبالتدريج لابد أنه قام بها دفعة واحدة، والذي قام بذلك هو الله وليس الأخطبوط. العلماء يقولون إن الأخطبوط هو من يطور نفسه.
وهو من يعني يخلق لنفسه تغيرات في جيناته لكي يتأقلم مع البيئة. وهذا الكلام غير منطقي وغير علمي حتى وغير صحيح. الذي خلق الأخطبوط هو الله سبحانه وتعالى، والذي أعطاه هذه القدرات هو الله. الهدف من ذلك أيها الإنسان أن تقتنع أن هناك إلها عليما حكيما صانعا مبدعا لهذا الكون، هو الذي خلق هذه الكائنات وقال في كتابه العظيم: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.